اسمه الكتالوج. عشان كده نحن الشرطه الشرفاء برضو دايما يقفوا بعواد. اما الشرطه التي لبسوها هم وضربت اولادنا دي مرحب بها في كل ميدان. مرحب بها في كل ميدان. عشان كده يا اخواننا نحن برنامجنا متواصل. الزول بال عنده لا يقول في هذا القال حتى انا مش تمتم مريني شو تقدر هذا قول بي بابي لسه السبع هذه تيرير على لي جيدي انت وذا برنامج دي اكي تو يا رب اذا كان اك دو درونا هو درون برسول بيت واهم انا كله دقيقوا وجزوا صدق يوسف في بين هذا صدق يوسف يا جهنم واجتسالة ومناعة وطوي به مش هم مسؤولين عشان يوصلوا الدقيق والجازرين طوي به براهن اما دي تنقذ النار الدقيق الشيء الثاني اللي اتفقنا عليه او نوذي هد هد تتبع قدم رادي ريب بل امتجاد حضار بل ام براجيزه مننا سوراتونا دمين دار موقف بدونها لأننا بشركم بكرة إن شاء الله جاي وقت من الخرطوم ذي القيادات أهلية بعد بكرة جايين ناس نهر النيل كلهم وبعد يوم الأحد جايين كل القبائل أو هاشم تمين أنا قبل نص ساعة كان يضرب لي واحد من الفاشل فلذلك كل أهلكم السودان يتحرر من هنا من قبضة الشيوعيين ومن قبضة اليسار يتحرر من هنا وانا اقول لك يا برهان تحرك الشعب معاك وابعد هذه المهزله واعلن انتخابات اذا ما رضوا بفتره انت تحكمه ومجلس مدني بتاع وزراء ذات كفاءات يحكم اذا ما قدروا اعلن انتخابات سنين بعد بكره الحشاش يبغى شبكته فربنا يزيدكم كل خير وكل ما شافه جاهزيتكم الرعب هيخش في نفسه والكلام ده من تحت المكيفات يقولوا نمسك سيرك وانا اشكر اخواننا اتصلوا بينا سواء كان من الشفريه سواء كان المكب مزمل سواء كان ناظر الشيقيه والجعليين واهلنا كلهم من غرب السودان وكل الجهات اللي اهتمت اللي اتصلت قالوا له راجل ورجال يجوا هنا الشرق السودان الجماعه ديل عشان يمسوا كده قالوا لي وانا اشكرهم يعني ونحن يا اخواننا السواقين انتوا نحن ما في بيناتنا مشكله قاعدين بنركب معاكم وانتم عندكم اطفال والعيد جاء ما قصصنا والله يعني نقفل لكن الطريق ده وقت نقفل في مجرمين لازم يرجعوا ولازم الثوره دي زي ما دامت تحكم الشعب السوداني يحكم نفسه بنفسه الله اكبر ولله الحمد وانا ناشد حزب الامه من مقبله الشهداء أن يخرج من هذه المهزلة التي من هذه اللجنة التي تسمى حزب الأمة حزب استغلال وحزب نظيف حقه وحزب الأغلبية حقه يطلع من المعمعة دي وأن ناشد أخونا الدقير برضه بتاع الحزب السوداني أنه يخرج ما يدعم اليسار ما يدعم اليسار حكومة نحن ما ضد الفكرة الانتقالية عشان ما يسنسلوا فيها ما ضد